الحزام الأمني دلتا أبيان يرسل أكثر من 15 آلية عسكرية ما بين ناقلات جند والهامر النمر والكثير من المصفحات والأطقم لمداهمة بيت العوبان الكائن في غور مكسر، وذلك حسب ادعاءه أنه يوجد اثنين من أخطر المجرمين في اليمن. وتم محاصرة بيت العوبان الكائن في غور مكسر جنب المطار. الحقيقة كما هي، اليوم سوف نقولها، هل يوجد مجرمين بالفعل؟ وهل تم القبض عليهم؟ وهل تمت مداهمة البيت؟ وهل توجد علاقة ما بين زواجة العوبان الأخيرة وهذه المداهمة؟ خلي بالك، العوبان مؤخرا تزوج من أخت زوجة عبد اللطيف السيد الذي أرسل هذه المدرعات، راح يصبح عديله يعني. هل توجد علاقة؟ اليوم سوف نكشف الحقيقة كما هي بهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوائي الأعزاء، تحياتي لكم جميعا. بالعقل والمنطق نستطيع أن نكشف الحقيقة بهذا الموضوع أو بغير أي موضوع. الله سبحانه وتعالى ميزنا عن الحيوان بالعقل، عندما تأتي لك أي معلومة لابد أن تفصلها وتحللها وتشوف كل الزوايا الذي فيها من أجل أن تعرف الحقيقة، لأنه بعض الجهات تريد أن تحشو لك حشو، تريد أن تعبي لعقلك بس حشو معلومات من أجل أن يستعطفوك أو من أجل أن تستمر في التطبيل لهم. ولكن بالعقل والمنطق وتحليل المعلومات بالشكل الصحيح والرؤية بكل الزوايا لها راح تعرف الحقيقة. اليوم بهذا الموضوع راح نعرفكم أيضا الزوايا الحقيقية لهذه القضية وبالعقل والمنطق. الشيء الذي هو غير منطقي ولا يتقبله العقل أنه تأتي ب 15 مدرعة من داخل أبيان، من داخل باتيس تبع عبد اللطيف السيد، ومن داخل جنجبار تبع الشنيني. 15 مدرعة تأتي من أبيان إلى عدن، تتعدى لاحق وتتعدى عدن من أجل القبض على المتهمين هؤلاء. المنطقي هو أنه مكافحة الإرهاب في عدن، عندك قوات أوسان العنشلي، قوات العاصفة، عندك الحزام الأمني في عدن، عندك الشرطة، عندك أمن المطار، قوة كبيرة في عدن هي التي تتكلف بمداهمة بيت العوبان. ليش تأتي 15 مدرعة مش عارف كم عشرات الجنود من أبيان؟ يعني معقولة هذيك الجنود يعني مدربين مع الأمريكان مع الكوموندوز وهؤلاء لا يمتلكون الخبرة؟ من المنطق. ولكن هل هذا الشيء منطقي؟ أنت الذي راح تميز، أنت عزيزي المشاهد راح تميز هذا الشيء منطقي أو غير منطقي. الآن نأتي إلى الموضوع الآخر، وهو هل تمت العملية بنجاح؟ هل تم القبض على المتهمين؟ هل تمت مداهمة البيت؟ البيت طبعا منه 4 غرف وصالة وحمام، يعني بيت صغير جدا معروف بالصورة، شكله عادي جدا، والباب حقه عادي حديد بسيط جدا، يعني موضوع بسيط. عشرات الجنود و15 مدرعة هل دخلوا البيت قبضوا على المتهمين الخطيرين؟ لا، ولا دخلوا ولا أي حاجة. ليش ما دخلوش وليش ما قبضوا على المتهمين رغم أنهم عندهم معلومات كافية وافية أن هذول المجرمين الخطيرين موجودين في بيت العوبان؟ إيش السبب؟ سببين لا ثالث لهم بهذا الموضوع. أنا أريدك عزيزي المشاهد تتخيل أنك قائد الحملة مع 15 مدرعة وجنود وحاصر البيت، وعندك تعليمات أنك تاخذ هذول المتهمين. تخيل نفسك كيف بتسوي يعني، بس انا مع الفيديو ايش تتخيل. على العموم نرجع لوضعي انا، انه سببين او تحليلي انه سببين، يعني انه ما يعني المهمه هذه فشلت، المهمه فشلت لسببين يعني لا ثالث لهما. السبب الاول انه هذه عمليه انتقاميه فقط، عمليه انتقاميه لتخريب البيت، وعمليه تمام لا استفزازيه، لانه العوبان تزوج اخت زوجة عبد اللطيف الزيد قصبا على عبد اللطيف الزيد الذي رفض هذه الزواج. السبب الثاني برضو منطقي. المقوتي الذي يتعامل معه قائد الحمله اتصل عليه قال له حبيبي معي قائد قليل مليح، يا تلحق يا ما تلحق. طبعا شد نفسه روع ما فيش غيره، أكيد بنتمسخر بهذا الموضوع، يعني 15 مدرعة وعشرات الجنود وشقة مش قادرين تدخلوها، وأنتوا عندكم معلومات قوية جدا إنه اثنين متهمين إرهابيين ما دخلتوش فيها، ليش يعني البيت مصفح؟ بيت حديد خشب قنبلة عند الباب ويتفجر الباب وتدخل، يعني اثنين جنود داخل البيت هم الذي يعني ما خلوكم؟ طبعا عنده حراسة هو اثنين أشخاص لا غيرهم، واحد عاد منهم مصطاب.
و15 مدرع وعشرات الجنود روحوا باثنين جنود؟ يعني معقولة؟ لا، المنطق انك عملية تخريبية فقط، وانك بس اجيت نزهة والدنيا فوضى اصلا، لا حسيب ولا رقيب، منو اللي بيحاسبك؟ اخواني الاعزاء مرحبا بكم مجددا، والان سوف نتكلم بالمعلومات الاخرى الحقيقية بهذه القضية بعد ما وضحنا لكم في المقاطع السابقة انه العملية فاشلة، الذي اتت من ابين فاشلة وغير قانونية ولم تحقق اهدافها الا فقط انتقامية وتخريبية للعوبان. بخصوص هذا الموضوع لابد ان تعرف يا عزيزي، اي قائد تبع الشرعية لابد ان يتم حربته في عدن، في لحج، في ابين، في شبوة، في اي مكان، وكما شفتوا العكاب وايضا بن عدي وقبلها الميسري، كل القيادات التبع الشرعية لابد ان تحارب وتهاجم من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي. لماذا؟ حتى لا تقطع مصالحها. ما هي مصالحها؟ الجبايات والسرقة والنهب والبطش، أي أشياء خارجة على القانون هم لا يريدوا القانون أن يطبق، لأن الشرعية عبارة عن قانون، وهؤلاء ميليشيات لا يحترموا القانون. أمامك من أبين أتوا يهاجموا إلى عدن، هذا قانون؟ أكيد غير قانون، وأشياء أنتم شفتوها في الثمان سنوات كثيرة بهذه الأمور وأشياء غير قانونية. خلونا نعود إلى أبين وعلى العوبان. أن العوبان تزوج من أخت زوجة عبد اللطيف السيد. إيش دخل هذا الموضوع؟ هذا الموضوع أنه عبد اللطيف السيد ينشر أخبار أن العوبان لديه مشاكل ثار مع المراقشة. إيش دخل المراقشة؟ زوجة عبد اللطيف السيد والعوبان تزوج من المراقشة، أخوات من المراقشة. العوبان بهذه الزواجة يثبت للجميع أنه ما فيش بينه وبين المراقشة أي ثار. طبعا المراقشة قبيلة كبيرة، قبيلة ذات بطش، قبيلة ذات أهمية، قبيلة قوية في أبين لا يستهان بها، وعبد اللطيف السيد يحتمي بهم، يحتمي بهم لأنه قوة الذي يمتلك المراقشة، يصبح قوة المراقشة والفضلي، قبائل معروفة يعني. العوبان من الفضلي، يعني من القبائل، من الناس المعروفين، عندما يكون علاقة مع المراقشة يعني راح يصبح ذات سلطة قوية جدا، وعندما يتناسب مع المراقشة أكيد راح تنزاد قوته أكبر وأكبر. عبد اللطيف السيد ينشر أخبار باستمرار له فترة من الزمن أنه العوبان عنده مشاكل مع المراقشة، ثار بينهم، ثار وبينهم مشاكل، ينشر هذه الأخبار. عندما العوبان يتزوج من المراقشة يمحي هذه الأمور كلها، وهذا الشيء الذي لا يريده لا عبد اللطيف السيد ولا أي واحد من قيادات الانتقالي. لماذا؟ لماذا؟ لماذا عبد اللطيف السيد وقيادة انتقالي لا يريد العوبان أن يتقوى، ولا يريد أن يتناسب مع المراقشة هذه القبيلة، ولا يريد العوبان أن يدخل أبين؟ حفاظا على الجبايات والفلوس. هل تعلم يا عزيزي 150، أكثر من 150 مليون شهريا لهؤلاء القيادات، من فلوس تبع النقاط، ومن المناجم الذهب، ومن الآثار، ومن المناجم الذي فيها الأحجار الكريمة، وأيضا لا ننسى مصنع الأسمنت الذي في بيتيس الذي يعطيهم أكثر من 50-60 مليون شهريا حماية وجبايات وأمور، غير الأمور الذي تمر في التهريب وما تهريب من السواحل وغيرها من هذه الأمور. يعني ملايين، هم يخافوا على الملايين، أنه إذا دخل عوبان أبين سوف يعني يهدد مصالحهم. لهذا السبب تمت مداهمته وتمت تخويفه، لأن لو عندهم كانت يعني أمور منطقية وحقيقية ويحافظوا على الأمن ويريدون، هؤلاء المجرمين كان دخلوا وقبضوا على المجرمين، وكثير من الأمور عملوها في السابق في أبين، منعوا كثير من القيادات تبع الشرعية لدخول أبين، من ضمنهم علي الصهيبي في مديرية خنفر، وكثير من الأمور يعملوها من أجل زعزعة أمن استقرار أبين، لا يريدون أي جهة قانونية أو حكومية تدخل أبين، في مراكز الشرطة، في مديريات الأمن، لا يريدوا أي أحد، يريدهم يستولوا على هذه الأمور من أجل الملايين فقط، لا يهمهم ناس مجرمين، ولا يهمهم مخدرات، ولا يهمهم قاعدة، ولا أي شيء، هم يريدوا الملايين. كل واحد عنده قصور، اسألوا أصحاب أبين ماذا لديه عبد اللطيف السيد، ماذا لديه شنيني، قصور، عندهم قصور وعندهم بساتين وعندهم أراضي، كانوا يعني قبل سنوات كانوا ما مش قادرين يأكلوا الأكل، يلا بالعافية قوت يومه يدبره، الآن عندهم قصور وعندهم أراضي وعندهم، من أين؟ من فين؟ من فين؟ من الجبايات،
من السرقة، من النهب، من بيع ثروات البلد. هذا هو الحقيقة كما هي الذي يريد أن يعرفه بالعقل والمنطق الذي الله أعطانا إياه. واسألوا وشوفوا. تحياتي لكم جميعاً.